خويا امين تبارك الله عليك، عافاك بغيت نسولك، انا باغي نبدا اي كوميرس ولكن ما عارفش منين نبدا. نصحني بشي توتوريال نبدا به خويا. بالنسبه الى كنتي غادي تبدا اي كوميرس، الاي كوميرس اخويا شوف هادشي اللي غادي نشرح لك اخويا، هادشي اللي غنقول لك هو اللي كاين، زعما هذا هو البروسيس. الوغ تبدا من اختيار السلعه، خصك تختار السلعه فاش تبيع وتشري. هاد التليكوموند غنبيع فيها هذا البرودوي غادي نبيع فيه وشري، يعني خصك تختار السلعه. اختيار السلعه ما خصكش ترتبط بها بالايموشنز ديالك، يعني ماشي عجبتك هذه تقول وا هذه راه مزيانه، اذا صافي غتحكم على السوق انه غتعجبو. يقدر السوق تعجبو تقدر ما تعجبوش، يعني تقدر تختار السوق وما تعجبش السوق. متفقين؟ كيفاش غادي نختار السلعه وكذلك؟ شوف حاجه واحده اللي ما تدخلش بها راسك، لي سبايتول، تخدم بلي سبايتول داكشي. هذاكشي ملي تنهضروا على الاسواق العالميه في مراكش، راه ملي تقول السوق ديك السوق الايكون كامله، وفي المغرب كاين جوج انواع، نقولوا ثلاثه انواع الناس. كاينين الناس اللي كيصاوبوا دي برودوي ديالهم هنا في المغرب وكيبيعوهم كوسوسوا في مجموعه من المجالات. كاينين الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في السلعه ديال الشينوا، تتقول لي السلعه ديال الشينوا، قول لي كازر سالينا. وكاينين الناس اللي تي امبورطيو السلعه ديالهم او لا تي امبورطيو السلعه كيصاوبوها على برا، سواء في الكوزميتيك سواء في بزاف د الحوايج. هادو ثاني نوع اخر. انت خويا غادي تخدم مع ملي شوف نصيحتي لك، بغيتي تبدا غتبدا بداكشي اللي موجود اللي في السوق. صراحه ما غتبدا جينيرال كاينين كازا، تتقول كازا ما غتخدم لا بسبايتو ولا تا تكون باغي تخدم اسواق عالميه، وديك الساعه هضره اخرى. صافي اختارينا النيش، مشينا للسوق، عرفنا السوق هذا تمام. المهم كاين بزاف الهضره في الثمن في هذا، المهم هذه هضره اخرى. ندوزو للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه هو خصك تعلم فيسبوك ضروري، ما يمكنش انك دير ايكوم دير ايكوم كاش اون ديليفري. مي العصر الحالي شوف دابا اي حاجه بغيتي دير، بغيتي تخدم السيرفيس، راه خصك تمشي تقرا فيسبوك. فيسبوك هاد الخوت الله يرحم ليكم الوالدين، ثلاثه الحوايج خصنا نقراوهم دابا في 2000. اللي باقي ما قاريهم خصو يمشي يقراهم، لان دابا خويا كتقرا في لي ان سي جي، كتقرا تجاره، كتقرا الاقتصاد، دريت الايكوم بعيد. انت خويا بيع وشري، انت بيع وشري، تتبيع في الحانوت خويا خصك تمشي تقرا. اول هدف خصك تشوف الهدف اللي خصك دير ليا في 2021 سير اخرى، اقرا على فيسبوك ادز، يوتيوب كاينه المعلومه فابور اخويا. ولي الاشاره اخوتي بلا ما يزرب عليكم شي واحد شري هاد الدوره ولا اليوم جا عندي واحد السيد شاري دوره، اقسم بالله انا تنمرر الرساله بصدق كيف ما وصلتني. قال لي سيد شرا دوره ب 4000 درهم دروب شيبين، ما شي واحد راه هاد الايام تبيع، تجاوني تيجوني الدراري ديال دروب شيبين بزاف، تبيع شي واحد دوره ديال دروب شيبين. السيد اللي هضر معايا اليوم تيقسم لي بالله ان الدوره اللي شرا ب 4000 درهم كلها لقاها في يوتيوب، داكشي هزو من يوتيوب حطها باع يعني. وقال لي السيد انا تنطيق فيه، والسيد كان تيبان لي في شكل وتيبان لي في الفيديوهات في يوتيوب وتت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 ت
يوتيوب. قال لي النفس، قال لي لا جديد. يعني اخويا المعلومه فيسبوكات بغيتي تمشي تقرا عليه، سير غير يوتيوب. انا تنقول لك اخويا تيقني، سير غير يوتيوب، قرا في يوتيوب، تطبيق هضره اخرى قرا بعدا في يوتيوب، حيد الجهل قرا في يوتيوب. خويا خصك تقرا على الادور، تعرف شنو هو ادور، تعرف كيفاش دير الاشهار في الادور، خصك تكون تمشي تقرا. راه تنقول لك اش خصك تقرا دابا، ماشي الحرب البيزنطيه. راه الحرب البيزنطيه دوك راه تقاتلوا وشي قتل شي وشي ربح وشي مات. الحرب البيزنطيه ما عندهاش نفعك. اذا الشعب الذي لم يعرف تاريخه ولم يعرف هذا الشيء ما نافعش دابا. خصك تعرف حاضرك اذا كنت تريد ان تعرف مستقبلك. حاضرك هذا سير قرا مسخوت الوالدين هذا الشيء. وبقى تبع لي المناخ في استراليا في الجنوب الشرقي مهب الريح الى معتدل، وفي فرنسا لا تصب الشتاء. داكشي راه ما خدامش ليك دابا. دابا اخويا الماني كلا بوتي دابا علاش كتقرا هادشي؟ كتقرا باش دير الفلوس، باش تخدم ودير الفلوس. خرا الفلوس، ها سير تقرا على ادور، سير قرا، سير اخويا، سير اخويا، سير اخويا قرا على 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 فيسبوكات ضروري. هاد الجوج شوف قرا غير هاد الجوج بعدا حرف فيهم الاميه، حرف فيهم الأمية. مهم غادي خصك تمشي تقرا دابا، ديرها في 2020. كو ساسوا كنتي تاجر ولا كتقرا ليكونومي ولا كنتي تقرا ليونسيجي ولا كنتي تقرا في يونسيجي تدبير المقاولاتي ولا جو سي با اش كتقرا، سير اخويا قرا هادشي. راه هذا هو العلم، هذا هو العلم. وهذا العلم هذا راه تيقريوها الخوت. راه كيجي واحد لابس كرافاطه كيمشي يدير لهم فورماسيون في اليونسيجي، كيقول لهم اجي نقريكم لو اي ماركتينغ، لو اي ماركتينغ
وتيقول لها اي ماركتين بون سا 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 هكا تيدوزو كرافات طن تمشي تيفهمتي تيجيبهم للجامعه وتيقول لهم نقريوكم لو اي ماركتين تمشي لصحاب لي ان سي جي هو لو اي ماركتينغ قسما بالله ما تعرفني نيجي تخطل تقول لي يلا وانت اخويا كتقري 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 اخويا سميتو تتقري انت واعر تتقري اي ماركتين دروب شيبر ما يعرف كيفاش يدير ليه حيت كون كنتي كتعرف دير دروب شيبر ما تمشي تقري لو اي ماركتين ما عطان كلاشي انا ما عنديش مشكل يعني اخويا سير قرا هذاك الشيء سير قراه راسك ما تمشيش عند خونا كرافاطا ويبدا يقول لك لو اي ماركتين ب 5000 درهم و 10000 درهم حيت هذوك هذا الشيء باش يديروا هاد لي فورماسيون وغالبا تيكونوا الضحايا الناس ليكونومي ولي ان سي جي وهذا راه تنقول لكم سير قرا هاد الشيء هذاك الشيء غتقرا شو غيقريك بوب بوب فهمتي بوب غيقريك حسن منه انا نجيك من الاخر اخي السلام عليكم هاد الشيء سيروا قراوه الخوت حيت هاد الشيء اللي ولات محتاجه الوقت هاد الشيء اللي محتاجه الوقت دخل لي فوروم المنتديات المنتديات شوف 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 المنتديات شوف اخويا عندك جوج الحوايج يا غتبع ليا شي واحد وتبقى ديما مقابلو يا تمشي للمنتديات وتشوف العلم تيتشتت المنتديات انا تنقول لكم المنتديات فيه العلم يتشتت دير الفوروم اي ماركتين فوروم ديجيتال فوروم راه تنظن نقول لكم على قول الله اكبر راه كاين كاين منتديات غتلقى فيهم سي بي اي غتلقى فيهم هذا غتلقى فيهم بزاف ديال الحوايج غتعرف بزاف ديال لي دومين وزير ديك الساعه تخصص فاش ما عجبك المهم الخوت راه هذا هما لي تول هذو هما الادوات شي كما كيقول لك في المدرسه جيب ليا في الدخول المدرسي جيب ليا قلم احمر واصفر وكتاب وهذا راه نفس المساله راه خاصك دابا الا بغيتي الانترنيت وهذا الشيء راه خاصك تعرف تخدم فيسبوك وادورد بعدا تكون هاد الجوج عندك يكونوا عندك